بص كده معايا، خليك معايا كده، خليك معايا كده. انت عندك الفريم الاول اهوت اللي هو اسمه ايه، مفروض ده زد زيرو، ها، وعندي هنا مين، وعندنا اكس زيرو، وعندي هنا واي زيرو. الفريم اللي بعده مفروض عندي مسافة كده اهو، الفريم اللي بعده عندي هنا مين، مفروض اكس واحد، اكس واحد كده، وزد واحد ازاي يا جماعة، زد واحد كده، واي واحد اجيبها ازاي يا شباب، ها، مفروض ده محور زد اهو، يبقى انا مفروض الف كده صح، يبقى الواي فين، الواي تحت اهو، يبقى ده واي واحد، بس انا برضه زي ما قلت لك انا مش محتاج. طيب تعال بقى نجيب الجدول اهو بتاعنا اهو، ده مفروض اللينك رقم واحد، انا عاوز اجيب الاي، ها، وعاوز اجيب الالفا، وعاوز اجيب الدي، وعاوز اجيب السيتا. اول حاجه هي الجوينت يا جماعه بتاعت اللينك واحد، مش اللينك واحد يا جماعه بيدور بالجوينت واحد، يبقى الفاريبل بتاعها عباره عن ايه، عباره عن سيتا صح كده، يبقى دي اسمها سيتا واحد، دي ما اعرفش اعوض بقى بارقام، دي سيتا واحد لازم هتجيلي في المساله اقول لك بقى في الاخر يا باشمهندس اعوض بسيتا واحد بتساوي صفر، اهو دي الرقم اللي انا بدو لك في المساله، روح للمكان اللي فيه سيتا واحد بصفر، تمام كده. طب نيجي بقى نجيب الاي والالفا، الاي يا جماعه عباره عن ايه، الاي ها، الاي ها هي عباره عن المسافه، ها، المسافه بين ها زد ها وزد ها في اتجاه، في اتجاه اكس. لو انت شغال ده زد زيرو ها وزد واحد، يبقى ده مين، ده اكس واحد اهو. تاني المسافه بين محور زد لمحور زد القديم للجديد في اتجاه الجديد، انا بحب احفظها كده تمام. طيب ده الايه، طب نجيب على المساله بتاعتنا كده، الايه يا شباب فين المسافه ما بين اكس زد وزد يا جماعه، مش يا جماعه زد زيرو وزد واحد الاثنين اصلا متقاطعين مع بعض، ما فيش مسافه ما بينهم اصلا، امتى يكون بينهم مسافه يا شباب، لما يكونوا متوازيين، مش انا اصلا في بدايه الطريقه بتاعتنا بعمل كل المحاور متوازيه عشان اجيب المسافه بينهم، يبقى عندي الاثنين متقاطعين تبقى دي بصفر، ومش عاوز اقول لك ان تقريبا 90% من اللينكات بتاعتنا بتكون الاي بصفر. ايه؟ لا هي الطريقه كده، الرولز بتاعتها كده، انا بحط مش لازم الاي تبقى صفر، هنشوف مساله ثانيه فيها الاي بارقام، احنا عاوزين نفهم مش نحفظ، عاوزين نفهم ماشي؟ انت ما فطرتش النهارده ولا ايه؟ طيب نيجي بقى للالفا، خليك معايا كده، خليك معايا، بص يا شباب نيجي للالفا يا شباب، لو عاوز اجيب المسافه او الزاويه اللي اسمها الفا، ركز معايا كده، الفا عباره عن ايه؟ الفا دي مفروض زد بيروح لزد، زد بيلف حوالين زد، هي عباره عن الزاويه، الزاويه بين ها محور ها زد ها وزد حول ها حول اكس. لما زد يا شباب، لما محور زد ده اهو، زد ده يلف حوالين زد ده، يبقى اكيد بيلف حوالين مين؟ حوالين اكس، هو ده بيروح لده يبقى كده حوالين اكس اهو. بص بقى كده معايا في المساله دي، انا مفروض زد وزد، يعني انا لو خدت زد زيرو بقى هنا كده اهو، ادي زد زيرو اهو، زد زيرو يا شباب انا عاوزه يلف يروح لزد واحد، ها، لما ده يا جماعه يلف كده ها هيكون في اتجاه اكس واحد كده ولا كده يا شباب؟ قاعده اللي هي دلون، هنقفل الامتحان قاعدين نعمل كده كلنا بقى في الامتحان اهو، بص كده زد زيرو ها هيروح لزد واحد كده، يبقى المفروض اكس واحد يبقى كده صح؟ انا عامل ازاي اكس واحد؟ عكسه، يبقى دي سالب 90 درجة تجاه قاعدة اليد اليمنى. تاني اهو، الفا هي عبارة عن الزاوية ما بين زد وزد حوالين اكس، الزاوية ما بين محور زد زيرو ها لمحور زد واحد حوالين مين يا جماعة؟ حوالين اكس واحد. لو نفس الاتجاه تبقى 90 موجب 90 بالصفر، مش انت الزد عشان يروح للزد لازم يلف بزاويه 90 درجه؟ دي يا جماعه دي الزاويه اللي بيروحها 90 درجه، بس الاتجاه موجب ولا سالب عن طريق قاعده اليد اليمنى. رجاله المسائل دي يا جماعه ده سهل قوي يعني، انا بس نفهم كده. طيب نيجي بعد كده للدي يا شباب، الدي بص للدي بقى اكتبها لك برضه ها، الدي، الدي عباره عن ايه يا شباب؟ الالفا تبقى ايه؟ مش لازم، احنا لازم افهم اللينكات وضع الجوينت ايه، احنا بس مش عاوزين نحط قواعد واحنا في مجرد جدول، خلينا نشوف الكونفيجريشن ونحط بناء عليه، احنا عاوزين نفهمه بس تمام. انا معاك اهو. طيب احنا بنحفظ القواعد يا شباب، بنحفظ القواعد وبنطبقها بايه، بالفهم بتاعنا. طب بص بقى للدي، الدي عباره عن ايه يا شباب؟ الدي دي مسافه صح كده، هي عباره عن المسافه بين محور اكس لمحور اكس، بس المره دي في اتجاه زد القديم. بص كده اهو، المسافه بين ها اكس واكس ها في اتجاه ايه يا شباب؟ في اتجاه زد.
يعني ده لو اكس 0 ها واكس 1 يبقى في اتجاه مين يا شباب؟ في اتجاه زد 0. هي الطريقه كده، القاعده كده، واتطبقت في كل انواع الروبوتات وطلعت صح. فدي طريقه عندنا. ده مفروض المسافه بين اكس واكس، مش انا شغال ما بين 0 و1، يبقى المسافه بين اكس واكس. فين اكس 1 هنا؟ اكس 0 اهو. فين اكس 1 اهو؟ في اتجاه مين؟ يبقى المسافه ده هي مفروض المسافه اللي عندي. طب المسافه دي في الامتحان انا جبتها لك تحطها في الجدول، ما جبتهالكش تحطها بكام؟ بصفر. انت عارف المسافه دي عباره عن ايه؟ ده جسم الروبوت نفسه، ده مش مسافه بتتحرك، ده مش بريزماتيك جوينت، ده الجسم نفسه بتاع الروبوت. مش انت ممكن يبقى الروبوت يا شباب القاعده بتاعتي بتدور اهيت وطالع منها الجوينت اللي بعدها على طول؟ مش لازم يكون في لينك عندي اهو. يبقى ده على حسب ما يجي لي في الامتحان. بص المسافه هنا كام؟ 3 متر. تبقى المسافه هنا دي 3. خلصنا اول لينك، تعال نشوف اللي بعده واللي بعده، هتلاقي الموضوع سهل جدا بالنسبه لك، وهنطبق على مساله فيها 6 درجات حريه كمان شويه. تمام؟ طيب نيجي مفروض اللينك 2، ها اللينك 2 يا شباب ده ما بين مفروض 1 و2، يبقى انا لازم احط الفريم اللي بعده. الفريم بتاع 2 انا مفروض قلت لك انت حطه متقاطع مع دي او منطبق على دي او بعيد عنه اهو عادي اهو. يبقى انا مفروض عندي هنا زد، ها ادي زد 2 عشان دي بريزماتيك جوينت، صح يا جماعه؟ طب نيجي للاكس 2 احطها ازاي؟ مش انت الاكس 2 عموديه على المستوى بتاع زد 1 وزد 2؟ مش هما الاثنين يا جماعه متقاطعين مع بعض اهمت؟ يبقى المفروض ده المستوى بتاعهم. يبقى اكس 2 ازاي؟ كده او كده، زي ما تحب براحتك. انا هخليها مثلا فوق اهو، ادي اكس 2 اهي. ها طب الواي 2 يا جماعه احطها ازاي؟ الواي 2 اهو المفروض زد اهو، المفروض يلف كده، يبقى الواي 2 اهي مثلا. فهمناها يا شباب؟ اهو اكس تروح لواي اتجاه زد. لحد دلوقتي في مشكله؟ الفريم اللي بعده طبعا خلاص ده ايه؟ على طول بقى زي ده بالظبط، ادي زد ها 3 وده مفروض اكس كام؟ اكس 3 وده واي 3. تعال بقى نشوف الجدول الصف رقم 2. الصف رقم 2 يا جماعه بينسب مين لمين؟ 1 ل 2. زي ما كان 1 بينسب 0 ل 1، ده هينسب مين؟ 1 ل 2. واحده واحده بقى، عاوز اجيب الايه؟ الايه عباره عن ايه يا شباب؟ في الايه؟ ها؟ المسافه ما بين هتبقى زد 1 لزد 2 في اتجاه مين؟ اكس 2. المسافه ما بين زد 1 وزد 2، من زد 1 يا شباب وزد 2 متقاطعين مع بعض برضو، يبقى المسافه بكام؟ المسافه بزيرو اهو. ربنا يكتر في الاصفار، بس الاصفار مش ايه؟ مش الصفر بتاع الدكتور، تمام كده؟ ده الصفر بتاع الجداول بس. طيب نيجي بعد كده للالفا يا شباب. الالفا عباره عن ايه؟ ها؟ هنا مفروض ما بين 1 و2، يبقى ما بين زاويه دوران زد 1 لما يروح لزد 2 حوالين اكس 2. زد 1 يروح لزد 2 حوالين اكس 2. زد 1 اهو شايف؟ لو انا جبت زد 1 هنا اهو، ادي زد 1 اهو في الامتحان، اعمل كده بالرصاص عندك. زد 1 هيلف يروح لزد 2، يبقى زاويه 90 درجه. طب هيلف ازاي يا شباب؟ ها لما يلف كده يا جماعه، ها يبقى اتجاه ازاي؟ المفروض اكس لتحت، صح يا جماعه؟ اهو يبقى الاكس لتحت، يبقى دي سالب كام؟ سالب 90 درجه. الناس اللي بتلف زي الروبوتات بقى، صح؟ هتجيبها من تحت، انا جاي لكم من تحت. لا بص كده اهو، سهله جدا اهو. زد يروح لزد، يبقى ده مين؟ ده اتجاه مين؟ اتجاه بتاعي. طيب نيجي بعد كده نشوف مين، نشوف الدي يا شباب. اوعى تغلط بقى في دي، ها؟ انت عندك مفروض الزاويه الثانيه، الجدول الثاني، انا عندي هنا ريفيلوت جوينت اسمها ايه؟ اسمها ستا 2، ادي ستا 2 اهي. دي مفروض فاريبل عندي، وحتى في بعض الكتب بتحط عليها استريكس كده، ايه؟ ده فاريبل بتغير معايا، ادي ستا 2. طب نيجي بقى عاوزين نجيب الدي، ها؟ عرفنا الدي ازاي يا شباب؟ ها؟ الدي الزاويه ما بين اكس واكس في اتجاه مين؟ في اتجاه زد القديم. فين اكس واكس هنا؟ ادي اكس 2 اهو، اكس 1 ها الاثنين يا جماعه ايه؟ متقاطعين مع بعض، صح كده؟ يبقى عند المسافه دي كام؟ المسافه دي صفر، متقاطعين مع بعض. طب نيجي اخر حاجه بقى اللي هو 3، ها 3 يا شباب دي بريزماتيك جوينت، صح كده؟ يبقى عند الدي انا احط مين؟ احط دي 3 اهو استريكس كده، دي فاريبل هيجي لي في المساله، انا هدولك معطى في المساله. طب نيجي بقى عاوزين نجيب الايه يا شباب؟ المره دي ما بين 2 و3، ها زيرو، صح كده؟ على طول كده زيرو. 2 و3 ايه رايك بقى؟ انا كل مسائل الامتحانات اجيب لك الايه في ارقام عشان خاطرك بقى. على حسب الكونفيجريشن بتاعي. خد بالك الايه ده هو طول اللينك نفسه، الروبوت اللي قدامنا ده روبوت كومباكت ببعض، يعني كل الجوين طالعه من بعضها، بس في روبوتات بيكون عندي مسافات. انا بس مش عاوزك تحفظ، احنا بنحفظ الرولز اي بس بنطبقها في فهم، تمام؟ خلاص انا هفاجئك في الامتحان.
ماشي؟ طيب اعرفوا يا جماعه زميلكم ده، ماشي؟ طيب طب ركز معايا، ركز معايا عشان اخلص بقى الحته دي، ركز معايا كده. انا عاوز اجيب يا جماعه ايه 3؟ ايه 3 ما بين 2 و 3 صح كده؟ ايه 3 مفروض يا جماعه هي عباره عن ايه؟ المسافه بين زد 2 لزد 3 في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس مين؟ الاكس 3 بتاعي. طب اكس 3 اهو، فين اكس 3؟ فوق. مسافه بين زد 2 ها وزد 3، هما الاثنين اصلا منطبقين على بعض، مفيش اي مسافه بينهم، يبقى دي بزيرو برضه اهو. طب نيجي بعد كده الالفا يا شباب، الالفا ما بين زد وزد صح كده؟ زد 2 وزد 3 ها الاثنين ايه يا شباب؟ منطبقين على بعض، تبقى الزاويه بكام؟ الزاويه بصفر. طب نيجي اخر حاجه السيتا بقى، السيتا على فكره السيتا ما قلناش انا خالص، السيتا عباره عن ايه؟ هي عباره عن الزاويه ها، الزاويه بين ها اكس واكس حول زد، بس خد بالك كله كله حوالين الجديد. شوف انا حافظها ازاي، كله حوالين الجديد ما عدا دي بس حوالين مين؟ في اتجاه القديم. يعني هتبقى ما بين اكس 0 ها واكس 1 حوالين مين يا جماعه؟ زد 1. كله حوالين الجديد ما عدا بس الدي في اتجاه مين؟ في اتجاه القديم. طيب نيجي هنا بقى، السيتا ما بين ها ما بين اكس 2 واكس 3، فين اكس 2 واكس 3؟ الاثنين متوازيين مفيش بينهم زاويه ها، صح كده يا جماعه؟ تبقى الزاويه هنا بكام؟ الزاويه هنا بصفر. ادي الجدول بتاعي. في الاخر بقى حضرتك تعمل ايه؟ تعوض في الماتريكس دي ايه 1 وايه 2 وايه 3، حط بس الارقام تحطهم بس جنب بعض كده، يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن نهايه المساله بتاعتي. تيجي نحط الفريمز هنا ونكملها المره الجايه؟ نحط الفريمز بس ونخليها المره الجايه؟ حط الفريمز بس، ده لسه بدري خالص يا جماعه، لسه بدري خالص. طيب ركز معايا كده، خليك معايا كده. طبعا في الامتحان، طبعا في الامتحان عشان احنا طبعا طلبه ميكانيكا الاقوياء، طبعا انا ممكن اجيب لك ده في الامتحان صح وانت تطلع منه ده، ولا نجيب ده على طول؟ ده على طول، هي مش ناقصه، مش ناقصه صح يعني، كفايه ده. طيب خلاص يا جماعه نجيب ده على طول ان شاء الله. مش للدرجه دي يعني صح؟ طيب احنا غلابه. طب بص كده معايا، الروبوت اللي قدامك ده، خليك معايا، الروبوت اللي قدامك ده في كام درجة حرية يا شباب؟ أنا عندي سيتا 1، سيتا 2، وعندي كمان ها في بريزماتيك جوينت أهي، دي 3، وعندي سيتا 4 و5 و6، يبقى ده 6 درجات حرية في 6 فاريبل عندي. يبقى أنت المفروض تعمل كام ماتريكس في الامتحان؟ إيه؟ إيه مش عارف أصلا بريزماتيك يعني إيه؟ خايفين تسأله؟ انا متفاجئ من اللي بتقولوه. طيب يا جماعه ريفيليت، في عندنا نوعين، ريفيليت جوين اللي هي المفروض الزاويه بتلف، اللينكين بيلفوا بالنسبه لبعض الزاويه زي المفصله بتاعه الباب كده، اسمها ريفيليوت. الثاني بريزماتيك، يعني محور خطي جزئين بيتحركوا بالنسبه لبعض على محور خطي، دي مسافه خطيه، دي اسمها لينير جوينت او بريزماتيك جوينت. يعني زي ما يكون عندي ترس كده وترس جريده مسننه كده، هما الاثنين بيلف الترس فبيتحرك ايه؟ بيتحرك مسافه خطيه. فهمنا البريزماتيك جوينت؟ طيب ربنا يستر. طيب ركز معايا كده بقى، طيب احنا متلخبطين اصلا في البريزماتيك. طيب خير يا شباب ان شاء الله، خير خير، ده بس عشان الصيام انا عارف. طيب بص يا شباب، دلوقتي انا عاوز احط المحاور يا جماعه، ادي اول جوينت اهي، بصوا معايا كده، ادي الجوينت الاولى اهي، الجوينت الثانيه مفروض عموديه عليها كده اهو، ومفروض الجوينت اللي بعدها البريزماتيك، ده البريزماتيك اهيت، وعندي مفروض المحور كده، وعندنا مفروض الزاويه اللي بعدها اللي هي سيتا 4، بعد كده عند المحاور مكمله كده، عند هنا مفروض جوينت افقيه كده، وبعد كده عندي جوينت راسيه بالصوره دي، دول كلهم مربوطين ببعض بالصوره اللي انتم شايفينها دي. وطبعا في الاخر بقى عندي مين؟ عند الاند افكتور. تعال بس نحط الفريمز كده ونشوف هنعمل الجدول ازاي، دي ننهي بقى المحاضره بتاعتنا. طيب خد بالك من حاجه، انت عندك هنا سيتا 1، هنا سيتا 1، وهنا عندك هنا سيتا 2، وعندك هنا المسافه دي اعطاها لك دي 3، دي 3 لحد فين؟ لحد هنا كده، لحد الجوينت دي، دي 3، وعندك المسافه اللي فوق دي، دي 6،
وعندك هنا بيلف بزاوية اسمها سيتا 4 وعندك هنا سيتا 5 ودي مفروض سيتا 6. طيب حلوا معايا يا شباب. دلوقتي انا عاوز احط اول فريم عندي. بص كده اول جوينت هي طبعا جوينت ريفيلوت. في الامتحان اعرفهم ازاي؟ اهو الريفيلوت اهي والبريزماتيك اهي عباره عن مستطيل كده تمام. طيب مش عايزين نقف على دي لسه قدامنا بلاوي سوداء يعني. طيب نيجي اول جوينت يا جماعه. احط اول فريم عندي اكس 0 واي 0 وزد 0. احط زد 0 ازاي يا جماعه؟ لفوق. الله ينور عليك ما شاء الله عليك. احنا محترفين زد 0 صح؟ ادي زد 0 اهي. طب الاكس 0 يا جماعه احطها ازاي الاكس 0؟ في اتجاه طول اللينك. بص بقى على الروبوت كده اهو انا واحد محترف بقى صح؟ ابص على مين على طول اللينك. اللينكات ماشيه كده يبقى الاكس 0 مثلا اهو ادي الاكس 0 اهو. طب نيجي واي 0 بقى عشان ما يزعلش واي 0 ها؟ نطبق قاعده اليد اليمنى ها؟ المفروض هيلف كده صح؟ ادي الاتجاه بتاعي يبقى اهو ادي الواي بتاعته اهي يبقى دي واي 0. حد معترض يا شباب؟ الحمد لله ها؟ نيجي بعد كده اللي بعدها دي مفروض جوينت واحد فبيها فيها فريم 0. دي جوينت 2 فيها فريم 1. نيجي بقى الفريم اللي بعده. الجوينت يا جماعه افقيه يبقى المحور بتاعي ازاي؟ افقي تمام. في الاتجاه ده ولا الاتجاه ده؟ براحتك هيفرق بعد كده في الالفا بتاعتك. فاكر؟ الالفا بتاعتك. يبقى انا عندي هنا هحط مثلا ادا زد 1 اهي. ادا زد 1. نيجي بقى يا شباب للاكس 1 بقى. خد بالك الاكس مهمه بقى هنا. زد 0 زد 1 الاثنين عمودي على المستوى بتاعها. كان زد 0 طلعت لفوق اهيت دي زد 0 اهي وزد 1 يبقى الاكس بتاعتي لا اما لجوه لا اما ايه لبره زي ما تحب. اخليها مثلا في الاتجاه ده كده اهو ده مثلا اكس 1 زي ما تحب. عاوز تخليها طالعه من السبوره براحتك. كل معتمد على مين على الزاويه بتاعتك. طب نيجي لواي يا شباب. المفروض انا عاوز محور زد اهو حط صباعي الكبير هنا كده اهو يبقى عندي مفروض كده يبقى مفروض الواي بتاعتي اهي. ده احنا كده خلاص ما شاء الله عدينا كده اللهم لا حسد يعني اللهم لا حسد. طيب نيجي للي بعدها بقى. نيجي اللي بعدها دي المفروض بريزماتيك جوينت. الحركه بتاعت الاتجاه بتاعها اهو يبقى انا المفروض محور زد بتاعي لا اما كده لا اما كده بس يفضل طبعا تتحرك فين؟ في الاتجاه ده صح كده اهو. يبقى انا عندي هنا في الاتجاه ده كده هيبقى مين؟ ها ده واحد يبقى ده مين؟ ده 2. طيب نيجي الاكس 2 عموديه على زد 1 وزد 2 المستوى بتاعها. زد 1 اهو اهو وزد 2 يبقى الاكس بتاعتها لا اما كده لا اما كده. خليها موزعه لمين؟ اكس 1. ما تخالفش الدنيا بقى عشان ما ايه ما تتعبش في الزاويه بتاعتك. خليهم كلهم موازين لبعض اهو. يبقى ده مفروض ها اكس 2 برضه لو انت عملتها خارجه من السبوره انت حر برضه عباره عن سالب في المساله بتاعتك. وطبعا اكيد جداولنا مش زي بعض لما تتفقوا على المحاور بقى تمام. طيب نيجي بقى لواي 2 يا شباب باذن الله. نيجي للاثنين يا جماعه. واي 2 ازاي يا شباب؟ واي 2 مفروض الزد بتاعه اهو يبقى الاكس 2 يبقى ده مفروض واي 2 لا اما كده لا اما كده. خليها مثلا لجوه اهي يبقى اكس 2 واي 2 يبقى ده زد 2. نيجي للي بعدها يا شباب. الجوينت اللي بعدها ها اتجاه زد ازاي يا شباب؟ لفوق اهو ادي زد اهو يبقى ده زد المفروض كام؟ 3 ها الاكس يا شباب ها الاثنين اصلا الاثنين اصلا في نفس المحور منطبقين على بعض يبقى الاكس بتاعتي خليها في نفس الاتجاه تسهيلا عليا اهو ادي اكس 3 والواي 3 برضه زيها ها. طب نيجي اللي بعد كده الجوينت اللي بعد كده. خد بالك انت عارف انت عارف 4 و5 و6 دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن سفيريكال ريست على فكره. فاكر لما قلت لك السفيريكال ريست فيها ثلاث ريفيلوت جوينت دي سفيريكال ريست تمام؟ طيب تعال نشوف هنا كده ها المحور ده المفروض عندي ادا الزد اهو ده زد اسميه زد كام يا جماعه؟ زد 4. طب نيجي للاكس. مش انت عندك زد 4 وزد 3 الاثنين متقاطعين مع بعض يبقى الاكس خارجه من المستوى بتاعها برضه في اتجاه مين؟ في اتجاه اكس عادي اهو ادا الاكس بتاعتها اهي سميها اكس 4. طب فين الواي يا شباب؟ ها الواي ازاي؟ المفروض كده يبقى الواي اللي فوق الواي اللي فوق كده بس ما تحطش الواي بقى عشان ما تلخبطش نفسك. ليه؟ عشان عاوز اخلي الفريم دهوت اخليه منطبق هنا لتسهيل المساله عليا. مش عاوز افصل الفريمات عن بعض مفيش اصلا مسافات ما بينهم اهو. يبقى انا اخلي مثلا الفريم بتاع ها 5 اللي هو زد بتاع 6 ده اهو يبقى ده زد كام؟ زد 5. مش الجوينت ده يا جماعه الفريم بتاعها كده اهو جميل. طب نيجي للاكس بتاعتها بقى ها زد 5 و4 يبقى الاكس عموديه على اسطان يبقى برضه ايه يا جماعه هنا؟ ادي اكس 5 اخر حاجه عندي بقى اخر فريم عندي خالص بتاع الاند افكتور مشابه لمين يا شباب؟ للي قبله اهو. يبقى عندي الفريم في الاخر اهوت اهو عندي هنا زد 6 ها وعندي هنا مين يا شباب؟ ادي اكس 6. ما شاء الله عليكم انتوا خلاص محترفين في المساله اهو. نجيب مسائل صعبه براحتنا بقى. طيب تعال بقى نعمل الجدول بتاعنا. نعم ايه اللي عليه درجات؟
الحركات دي على درجات على درجات. اه ما انت الجدول ده هتعمله ازاي؟ هتغشه من زميلك؟ طيب انا مقدر ان السؤال ده في لحظه صيام يعني، فانا مش هيعلق عليك. منطبقين على بعض ليه؟ براحتك، عاوز تفصلهم افصلهم، بس اصلا ما فيش مسافه ما بينهم، يعني اصلا ما فيش لينك، هما الاثنين حته واحده، فانا جمعتهم في بعض. في بعض الكتب بتجمع اربعه مع خمسه مع سته كلهم حته واحده. عشان ايه؟ مش انت لما بتيجي تنسب الزوايا بتخلي فريم على فريم عشان تجيب زد بالنسبه لزد، فانت لو خليتهم كلهم منطبقين على بعض يبقى اسهل لك. بس براحتك في الامتحان، عاوز تركبهم في بعض او المستطيل هو ده اللي فوق ده ده كده ده، بس مجرد يقول لك ده كلها حته واحده، دي مش حاجه، ده جسم الروبوت نفسه، دي كلها حته واحده. تمام، السفيريكال ريست دي حاجه مكعوره كده، حاجه مدوره كده راكبه في الروبوت. تمام، طيب تعال نعمل الجدول يا شباب، تعال نعمل الجدول. ها ادي عندي 1 2 ها 3 4 5 6، عندي هنا الاي، ها عندي هنا الالفا، وعندي هنا دي، وعندي هنا سيتا. يا شباب ركز معايا كده، ركز معايا، خلاص احنا خلصنا. طيب دلوقتي يا شباب، اول حاجه بالنسبه للزوايا عندي، اول حاجه تعملها في الجدول عشان الامتحان، وقت الامتحان، مش انت عندك هنا كل الزوايا الريفريوت ما عدا واحده بس بريزماتيك اللي هي 3 اهو، تيجي هنا كده تقول ايه؟ تقول سيتا 1 ها سيتا 2 هنا دي 3 اهو، هنا سيتا 4 هنا سيتا 5، ده ديفولت بالنسبه لك عشان دي اصلا الفاريبلز الموجوده عندك. انا في الامتحان في الاخر اعمل ايه؟ هدي لك بقى مين قيم الحاجات دي، وانت تعوض بقى فين في الجدول. تمام، طيب نيجي بعد كده، عاوزين اول حاجه عندي، اول صف عندي رقم 1، 1 ده يا جماعه بتاع اللينك 1، بنسب 0 ل 1. تمام كده، طيب تعال نطبقها مع بعض. 0 بالنسبه ل 1 اول حاجه الاي، فاكرين الاي يا جماعه كانت ايه بالنسبه لايه؟ مسافه من زد لزد في اتجاه اكس الجديد. هنا زد 0 وزد 1 الاثنين متقاطعين مع بعض، يبقى ليه بكام؟ ابسط يا عم، الاي بصفر اهي. نيجي للالفا يا شباب، الالفا عباره عن ايه؟ زد 0 يروح لزد 1 في اتجاه مين؟ حوالين مين؟ حوالين اكس 1. زد 0 اهو، بص كده، لو كانك خدت زد 0 حطيته هنا، يبقى زد 0 هيلف كده لزد 1، اتجاه الدوران ازاي يا جماعه؟ اهو صح؟ يبقى في اتجاه مين؟ اكس 1، يبقى دي موجب 90 درجه. كانك حطيت زد 0 فوق بالرصاص كده اهو، زد 0 بقى هنا اهو، زد 0 هيلف كده عشان يروح لزد 1، كام درجه؟ 90 درجه. طب الاتجاه بتاعها ازاي؟ اهو قاعده اليد اليمنى اهي، ده هيروح لكده في اتجاه اكس 1 اهو، يبقى انا كده صح. طب لو انت كنت عامل اكس 1 لبره هيبقى كلها سالب 90 درجه، كل بقى الجوينتات اللي انت عاملها بعد كده. تمام، طيب نيجي بعد كده، ها الدي يا شباب، الدي قلنا المسافه ما بين اكس واكس في اتجاه زد القديمه، الدي الوحيده هي لمين؟ هي القديمه اهو، ما بين اكس 0 ها واكس 1، المسافه دي يا شباب في اتجاه زد القديمه. هل المسافه دي في المساله انا جبت لك قيمتها كام؟ ها ما جبتليش قيمتها، صح كده؟ تبقى المسافه دي بكام يا جماعه؟ بصفر، يعني كان الروبوت القاعده بتاعته طالع منها على طول مين؟ الجوينت اللي بعدها على طول. فهمتها ازاي؟ طيب يبقى دي في الامتحان، دي بنسميها بارامتر ثابت عندي، لا اما ادولك في الامتحان او ما ادوش في الامتحان، يبقى ده هنا بزيرو. اوعى في الامتحان تفرضوا مسافه تقول مثلا ال وتحطها في الجدول، غلط، ما ينفعش. طيب تعال نشوف بقى اللي بعدها، الجدول او الصف رقم 2، اول حاجه عاوز اجيب الاي، الاي ها نحفظها مع بعض تاني اهو، الاي ها ما بين زد وزد في اتجاه اكس الجديد، يبقى ما بين انا هنا على 2 يبقى ما بين 1 و2، يبقى زد 1 وزد 2 الاثنين برضو متقاطعين مع بعض، ها تبقى المسافه كام يا جماعه؟ ها المسافه ها في اتجاه مين؟ في اتجاه اكس 2، المسافه دي كام؟ 0. طيب نيجي بعد كده، عاوز اجيب الالفا، الالفا ما بين ها انا بجيب الفا 2، قول في نفسك كده في الامتحان، بجيب الفا 2 يبقى زد 1 يلف يروح لزد 2 في اتجاه حوالين اكس 2 الجديد اهو، يبقى زد 1 فين زد 1 اهو، ادي زد 1 اهو كده، المفروض كانه زي القلم كده هيلف لزد 2 يبقى 90 درجه، ها في اتجاه مين؟ مفروض لو كان بيلف كده يبقى هيك ده صح، بس انا المفروض الف ازاي يا جماعه؟ هلف العكس، يبقى المفروض الاكس ازاي؟ طلع من السبوره، يبقى ده المفروض سالب 90 درجه. صعب يا جماعه الكلام ده؟ صعب يا شباب؟ الكلام ده مش صعب خالص. طب نيجي اللي بعدها، الدي بقى يا شباب، الدي ها خد بالك بقى الدي، لا استنى بقى عاوزين نفهم الدي، مش الدي يا جماعه المسافه ما بين اكس واكس
في اتجاه زد القديم، انا شغال مفروض على دي اتنين. خد بالك انا في الامتحان ساعات بغششك مين؟ بغششك الدي. يا اسمها هنا في المسألة ايه؟ دي اتنين اهي. هنا كمان عندي مين؟ دي ستة ودي تلاتة. هتلاقوا موجودين في الجدول عندك برضو بنفس ايه؟ بنفس الاماكن. تمام؟ طيب دي اتنين يا جماعة، يبقى المسافة ما بين ها اكس واحد لاكس اتنين في اتجاه زد واحد اهو، ده الاتجاه زد واحد هي المسافة دي، وانا عطها لك في المسألة اهو. دي كام؟ دي اتنين. ادا دي اتنين. طيب نيجي اللي بعدها، قولوا معايا يا شباب اللي بعدها. تلاتة. ايه تلاتة؟ يبقى ما بين ايه تلاتة؟ مفروض المسافة على اكس تلاتة ما بين زد وزد، يبقى زد اتنين وزد تلاتة اهو، زد اتنين وزد هما الاتنين منطبقين على بعض، يبقى بصفر. طب نيجي للالفات يا شباب. الفا ها زد اتنين وزد تلاتة منطبقين على بعض، يبقى بصفر. خد بالك دايما البريزماتيك بيكون دايما في الحاجات دي كلها بصفر دايما. طب نيجي بقى للسيتا يا شباب. السيتا بقى ها السيتا هي عباره عن الزاويه ما بين اكس واكس حوالين زد، زد الجديد ها، يبقى ما فين ما بين اكس 2 واكس 3 اكس 2 واكس 3 اكس 2 واكس 3 متوازيين، يبقى الزاويه دي بكام؟ بصفر. طيب نيجي اللي بعدها. طبعا في الامتحان بقى يساعدك هناك لو كل الجوينت عباره عن بريزماتيك جوينت هتلاقي الجدول كله ايه؟ كله صفار عندك، صح كده؟ صفار. طيب نيجي اربعه يا شباب. ايه اربعه ما بين ايه أربعة؟ مفروض المسافة بين زد تلاتة وزد أربعة في اتجاه إكس أربعة. زد تلاتة أدا زد تلاتة وزد أربعة فين زد أربعة؟ الاتنين متقاطعين مع بعض، يبقى برضو بصفر. ها طب نيجي للألفا يا شباب. زد تلاتة ها زد تلاتة مفروض لو أنا طلعته فوق كده أهو يلف حوالين زد أربعة، يبقى يلف 90 درجة، يبقى ده هيلف كده بموجب، يبقى موجب 90 درجة. طب نيجي بقى بالنسبة لدي أربعة اللي هي مفروض ما بين تلاتة وأربعة ها الزاويه المسافه ما بين اكس واكس في اتجاه زد القديم، يعني اكس 3 واكس 4 فين اكس 3 واكس 4؟ ادي اكس 3 وده اكس 4، المفروض المسافه ده هل المسافه دي يا جماعه ادهاني في المساله؟ ما ادهانيش، خلاص ما اكتبهاش عندي. طيب لا ما دي 3 دي اللي قبلها، يبقى دي بصفر ما ادهانيش عندي. طب نيجي بعد كده ها 5 ما بين 4 و5 عاوز اجيب الايه؟ ها الايه ما بين 4 و5 هتبقى المسافه ما بين زد 4 وزد 5 في اتجاه اكس 5، زد 4 وزد 5 الاثنين متقاطعين مع بعض، عشان كده بقول لك حط الفريمز كلها فوق بعض اهو، يبقى ده بصفر. نيجي للالفا. زد 4 زد 4 وزد 5 ها هيلفوا ازاي يا جماعه؟ 90 درجه. هيلفوا ازاي؟ مفروض كده صح؟ يبقى انا مفروض دي سالب 90 درجه، هذا سالب 90 درجه. طب نيجي للدي المسافه دي ها دي مفروض المسافه بين اكس واكس، مش انت عندك هنا اكس 4 واكس 5 منطبقين على بعض اصلا، يبقى المسافه دي بصفر. اخر حاجه عندي بقى يا شباب الفريم بتاع الاند افكتور بقى ها، عاوز اول حاجه اجيب الاي ها الاي المسافه ما بين زد وزد ها في اتجاه مين؟ في اتجاه اكس. طبعا عندي هنا المسافه بين زد وزد في اتجاه اكس، اكس اصلا في المحور ده، يبقى انا ما عنديش مسافه، المسافه دي بصفر. طب نيجي الالفا يا شباب ها زد 6 يروح لزد 5، سوري زد 5 يروح لزد 6، الاثنين منطبقين على بعض، هذا بصفر. ها طب نيجي للدي يا شباب، هتبقى دي 6. ليه يا شباب؟ ها المسافه ما بين اكس واكس في اتجاه زد القديم اهو، يبقى عندي مين؟ عندي دي 6. زي ما قلت لك انا في الامتحان يعني هسيب لك الديهات متعرفه زي مين؟ دي 2 ودي 3 ودي 4 ودي 5 ودي 6، تمام كده؟ اه. طب نيجي للستات يا شباب بقى. ستات ها المفروض عندي 6 6، دي مين؟ ده الفاريبل الموجود عندي فين؟ في الجدول عندي، ده عباره عن سيتا 6. صعبه المساله دي يا شباب؟ يبقى انت شوف كنا بادئين ايه؟ الرولز كانت صعبه بالنسبه لنا، لما طبقنا المساله الموضوع بقى سهل. يبقى تاني اهو هختم المحاضره بقى كده، احنا عندنا طريقه اسمها الدي اتش بارامتر، دنافيت هارتنبرج. الطريقه دي عباره عن ايه؟ بتنسب الاند افكتور الفريم بتاعه لحد مين؟ لحد الفريم بتاع مين يا شباب؟ بتاع المين فريم بتاعي، بتاع مين؟ بتاع القاعده بتاعه الروبوت بتاعي. خد بالك في عندنا في الماتلاب الكلام ده على فكره ممكن تعمله كسيميوليشن. في عندنا روبوت تول بوكس في الماتلاب تحط فيها الدي اتش بارامترز دي، الاي 1 والاي 2 والاي 3 في جداول كده تمام، ويطلع لك الروبوت بيتحرك قدامك في البوزيشن اللي انت عاوزه. لو احنا عندنا وقت او في السكاشن هيخلي المعيد يطبقها معاكم ان شاء الله، تمام كده؟ المحاضره اللي جايه يا شباب انا عاوزك تكون مجهز لي المسالتين دول، حللهم مسالتين دول، تمام كده؟ المحاضره اللي جايه احنا الميد ترم بتاعنا الاسبوع الجاي صح كده؟ اللي بعده احنا لسه عندنا محاضره، خلاص المحاضره الجايه نكمل فيها الجزء بتاع السيريال ده، في عندنا مساله ديزاين هناخدها في الاخر، المساله دي لا المساله اللي هي مفروض دي مساله بتاع الاستيفنس دي هجيب لكم مساله عليها، يبقى الميد ترم داخل فيها مين؟ لحد المحاضره الجايه ان شاء الله.
ولا نخلي الميد ترم لحد المساله دي؟ سؤال برضو المفروض ما اسالوش يعني، صح؟ يعني نخلي الميد ترم بتاعنا لحد الكايناماتيك، ما ندخلش فيها الديزاين بتاع السيريال، تمام كده؟ طيب بس المره الجايه تحضروا طبعا، الحضور ما شاء الله يعني فظيع يعني، تمام كده؟ فالمره الجايه تحضروا برضو، تمام؟ خلاص اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله.